السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مساء. طبعا انا معايا الاخ محمد حسن. محمد راجل غاوي يقتني الجاوة والتوين، عنده اثنين من انا عكي هو مشاور على الصيني دي، بقول لك يعني الايه الصيني ده كلام فاضي. ماما من زمان غاوي يقتني الجاوة ده، من زمان. المكنة اللي معانا دي يا جماعة عمرها بالظبط 54 سنة، ستة هي مواليد 66. المكنة دي بقالها 66 سنة على الأرض. محمد طبعا غاوي يقتني الكلام دوت، فهو اللي مجمعها، وهو أصلا يعني بيفهم فيها. فهنشوف المكنة دي بتشتغل ازاي وبتدور ازاي عشان نضيفها لقائمة الموتوسيكلات عندنا. فخليكم معانا، نتمنى من الله ان احنا نعمل لكم فيديو حلو. طبعا تحياتي للاخ محمد حسن صاحب المكنة، احلى راجل محترم حبيبي. تمام، عنده اثنين منها يا جماعة، اثنين ثلاثة. بسم الله ما شاء الله. ايوه، انت ابنه؟ اسمك ايه؟ ابراهيم. ده يا جماعة ابن محمد. ماشي، يلا بينا بقى مع محمد. ايه هنوري لكم ال هات لنا سعيد. هنوري لكم الرخصه بتاعت المكنه دي عشان تصدقوا ان هي مواليد 66، وهنبدا معاكم الفيديو ان شاء الله. يلا تحياتي ليكم. مالي محمد؟ تحياتي. هاتنا كده احنا والمكنه. بس وقف الفيديو. تعالى استنى صوره بقى، صوره محمد. دي طبعا الرخصه بتاعت المكنه اهيت. طبعا انا قلت ان نجيبها عشان تصدقوا ان المكنه ديت ليها 55 سنه ماشيه على الارض. انا اسف طبعا قلت 66 سنه، لكن هي لا، الرخصه بتقول ان هي 55 سنه. ده محمد طبعا غاوي المكن ده بالذات على البركه، يعني عنده منه اثنين ربنا يبارك له فيهم. هو محمد جاوة 350 موديل 1966. بسم الله ما شاء الله. المكنة دي بتاعت محمد حسن. هو محمد من الصم يعني، فمش هيقدر يتكلم. ايه بسم الله ما شاء الله. عندك اثنين؟ ايه اثنين. ما شاء الله ما شاء الله. محمد غاوي الموديل ده يا جدعان. بص، هو ده محمد يعني كان بيقول لي ان ده الموتور الاصلي بتاع المكنه اهو، مش مغير بس غير الايه، غير الشكمان. الشكمان بس. ايه ماشي، هنجربه ان شاء الله. ماشي، بسم الله ما شاء الله. المكنه دي يا جماعه لو تفتكروا الفيلم دائرة الانتقام بتاع نور الشريف، لما العسكري كان بيبلغ عنه بيقول راكب موتوشيكل جاوه جاوه، هي دي الجاوه. دي حاجه اصلي على البركه يعني، ما شاء الله. طبعا هو اول حد بصاحبها يدوق محمد يعني. طبعا هي المكنه ده المفتاح القديم بتاعها برضه على البركه يعني. هي ايوه ماشي تمام كده. ايه ادت اللمبه الحمراء كده. اللمبه دي لما بنحط المفتاح اللمبه دي بتقيد يا جماعه. ايه زي ما انتم شايفين، ركزوا معايا. تمام، بعد الدواره محمد هيبدا يدور اهو. سنه محمد الغيارات كام؟ اربعه غيار. الاول فوق اللي بقى هو فوق، كل واحد فوق الاول. ايه ما هو ده الاول. فوق الاولاني فوق، والثلاث غيارات تحت. تمام ماشي. ثواني يلا بينا توكل على الله. صلاة النبي.
استنى سامعين صوت المكنه يا جماعه؟ استنى حمد ماشي ده الاول اي الاول كده مموه اي تاني كده تحت تمام ثالث اي أربعة كده تمام كده تموه تمام ما شاء الله ايه جو جو سامعين ثواني يا محمد سامعين صوت المكنه يا شباب بسم الله ما شاء الله الله يبارك حمو تمام امسكها صورني مش جايبك كلك كده عايز اديك فوتو بس ماشي حاجة في منتهى الفخامة والله. شايف كده؟